تجري امتحانات على مستوى 38 مركز على مستوى الولاية، وقد تم سبق هذا عملية تحضير واسعة من حيث هيئة المراكز، تخصيص كل الوسائل المتعلقة بالنقل، بالتجهيزات التربوية وغيرها. التأثير كذلك كان في المستوى، وقامت مديرية التربية بتسخير كل العاملين إداريين تقنيين أساتذة للإشراف وغيرهم. بعد طلب تم تقديمه نظرا لوعكة صحية ألمت بإحدى التلميذات، أعطت وزارة التربية وكذا المركز الوطني للامتحانات الموافقة على فتح مركز جديد بمستشفى المدينة، وهيئة الظروف لذلك بالنسبة للمرافقة، بالنسبة للتغطية الأمنية والإحاطة البيداغوجية اللازمة. أنا أجتاز شهادة تعليم متوسط، وأتمنى أن يكون سهلا للجميع، وأتمنى النجاح لجميع زملائي. اليوم باش نفوت شهادة تعليم متوسط كتلميذ، وإن شاء الله يكونوا السجيات في متناول الجميع ويكونوا الناس كلهم ناجحين إن شاء الله.